يرسل لك كره السرعه السرعه الان علي صالح في الجهه اليسرى ممكن يعدي ممكن يلم الان يتقدم الان بيعديها بيمشيها يا رب يا الله علي يؤكد بان الوصله صالح في كل وقت في كل زمن مهما كانت الظروف يغيب فابيو ليعوض علي قيم الله على كره مرتده من عبد الله جاسم ابعدها علي صالح استلام شوف الاستلام شوف السحبه شوف المرور شوف الدوران الله يا علي تصويبه يضعها ال99 بهدف 100 على 100 الوصل يسجل الوصل يتقدم بالظروف الصعبه بالمعاناه المحليه البطوله العربيه بوجه تم الاتصال الان مستقبل ضاعت واي تصدي يا حميد في اللقطة الماضية لا نشوف ونتابع الشوط الثاني لن يهدأ الأهلي لن يهدأ لن يهدأ الأهلي لن يهدأ عرضية يا رب لن يهدأ الأهلي إن لم يسجل مهاجمون سيظهر مدافعون سيحترقون للعودة من جديد استمع إلى المجانين الآن الأولى تصدر لها حميد الثانية مرت يا نجار الباب الآن الباب يفتح باولو دياز يظهر عرضية مثالية رأسية من أين أتى كيف قفز كيف ارتقى انظروا كيف تركوه اهتموا بعمر وتركوا المدافع الله على كرة حاول حميد لكنها أسرع لكنها أبعد عرضية عبد الشافي كلام